السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عطس رجل عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كلام جميل وما فيش في أي حاجة. فنهاه عبد الله بن عمر وقال له: ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فما فيش داعي بقى أن أنت تجيب عبادة من جيبك وتخترع شرع من دماغك اعتقادا منك أن ده هو الكويس وأن ده هو الحسن، وتفضل بقى تزايد على النبي والصحابة وتفتكر أن أنت أحسن منهم، زي اللي بيطلع اليومين دول من الشباب اللي ابتدوا يتشهروا وابتدوا يروجوا الأفكار بتاعتهم ويبثوا السموم بتاعتهم في عقول الشباب بعد ما بقى لهم متابعين وبقى لهم ناس كتير وبقى أرضيتهم كبيرة، فيبدوا يشوهوا على الناس دينهم. ايه المشكلة لما اقول مدد يا رسول الله؟ ايه المشكلة لما اقول مدد يا حسين؟ ده نهج البوصرية ده حاجة جميلة وكويسة مع ان فيها شركيات وحاجات مخالفة للعقيدة. الاخر يطلع يقولك ما فيش مشكلة لما تطلع من حفلة غناء او سكر او دعارة او خمر وتصلي ركعتين، اللي هو لا ينهاك عن المنكر. لا، ده بيحسن المنكر في عينك وانت على طاعة، فتبتدي تعمل المنكر وتستحسن المنكر وانت على طاعة، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهم دول اللي بيشوهوا على الناس دينهم، وهم دول اللي بيميعوا للناس دينهم. قال رجل لابن مالك: من اين احرم؟ تقريبا يقصد عمرة او حج. فقال له الامام مالك: من الميقات الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم ووقته لك. فقال له: او احرم ابعد من ذلك؟ انا ممكن اكون احسن من النبي واحرم ابعد منه؟ هم دول الشكلة بتاعت اليومين دول. فقال له: لا ارى ذلك. وقال له: وما تركه؟ يعني انت بتمنعني ليه؟ ده انا عايز اخد اجر احرم من مكان بعيد. فقال له: اخاف عليك الفتنة. قال: افي الخير فتنة؟ يعني الخير ده في فتنة؟ ده انا عايز اعمل خير. فقال له: او ما سمعت قول الله تبارك وتعالى ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ العبادات عبادات توقيفية، مفيش داعي اللي انت تخرج عبادات من جيبك وتستحسن عبادات اعتقد انت بتعمل صح، زي الفرق المنتشرة اليومين دول الصوفية والزيدية والأشعرية وغيرهم، يفضلوا يناجوا ويهبدوا ويرزعوا اعتقادا منهم ان ده صح، وده كله خطأ ومنافي لشرع الله. في حديث ابن مسعود: عندما دخل المسجد وجدهم عاملين حلق وفي وسطهم واحد ومسكين حصى، كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100 وهم عمالين يسبحوا على الحصى 100 وهكذا. فقال له ابن مسعود مستنكرا: ماذا تصنع؟ فقالوا: نسبح ونعد على الحصى 100 ونكبر وهكذا. فقال لهم: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا تضيع من حسناتكم شيء. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، أم أنكم على ملة أهدى من ملة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أم مفتتح باب ضلالة؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم مريد للخير لا يصيبه. عمال تعمل اعمال مفكرها ان ده خير وفي الاخر تلبسك في الحيط. وتولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: فقد راينا عامه اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهرين مع الخوارج. هم اللي بيهاجموهم مع الخوارج، وده اللي بيحصل اليومين دول. تلاقيه عمال يميع لك في الدين ويحسن لك ويزوق لك في الدين، وتلاقيه هو اللي بيهاجم الدين في الاخر. فلا تسمعوا لهم، اي حد يميع لك الدين ويزوقه لك ويقول لك ده في صوره حلوه وده في صوره، لا تسمعوا لهم. خذ الدين من اهله وخذوا الحق من أهل الحق، ولا تنساقوا أن مثل هؤلاء الشباب اللي طالعين اليومين دول عمالين يميعوا ويزوقوا في الدين عشان يعملوا لنفسهم أرضية كبيرة، وبعد كده ينزل عليك بقى بشبهات وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان. فلا تسمعوا لهم، سيروا على الطريق الحق حتى لا تخوضوا مع الذين خاضوا. أسأل الله يحفظنا وإياكم، أسأل الله يعلمنا وإياكم. سلام.